مشهد تكرر في الأيام الأخيرة، سقوط حجارة من أعمدة الأقصى القديم في المسجد الأقصى تزامنا مع إجراء سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية حفريات في الجهة الجنوبية والغربية للأقصى المبارك. مخاوف حقيقية من إضعاف أساسات المسجد مع تواصل الحفريات الملاصقة لها. مجلس الأوقاف له ريبة من هذه الحفريات إلى أين وصلت، والتي بسببها كان تصدع لحجارة في الجدار الجنوبي والجدار الغربي، ولا يستبعد أن تكون أيضا تساقط هذه الحجارة بسبب هذه الحفريات. هنا عند القصور الأموية الملاصقة للأقصى القديم والمصلى القبلي إحدى نقاط الحفريات الإسرائيلية، حفريات لا يسمح الاحتلال للجنة فنية من الأوقاف بالاطلاع عليها ولا يفصح عن طبيعتها. أن هناك عمليات تفريغ نتيجة حفريات استمرت 55 عام، تخيلوا كم ألاف الأطنان من الأتربة الأثرية والتاريخية والحجارة التي تم تحطيمها وإزالتها من المكان باستخدام رافعات عملاقة عبر السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. تهويد مستمر فوق الأرض، وتحتها أيضا بنى الاحتلال مدينة كاملة وكنسا يهودية أسفل القدس. وهنا الحجارة التي أقيم عليها سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية، هذا هو الظاهر الآن وربما المخفي تحت الخيام أكثر خطورة. لا أحد يعرف تحديدا إلى أين وصلت الحفريات أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، فسلطات الاحتلال تقوم بها من طرف واحد ولأهداف تهويدية وفقا للفلسطينيين. حفريات مستمرة منذ سنوات وعلى ما يبدو بدأت تأثيراتها تظهر على الأقصى. أحمد جردات، العربي، القدس المحتلة.